من حفلها في جدة، شيرين تطلب الدعاء لوالدتها وظهور خاص لبناتها. ادعوا لوالدتي عشان هي في المستشفى وانا غصب عني شويه متوتره، بس ان شاء الله جايه لكم واعمل لكم احلى حفله. وفعلا وفيت شيرين بوعدها وقدمت حفل مميز بالرغم من القلق اللي عم بتمر فيه بسبب مرض والدتها. وهالحفل يعتبر الأول لشيرين بهالموسم، وهو أول ظهور فني إلها من بعد الجدل الكبير اللي عاشته من فترة على خلفية أزمة تسريب تسجيل منسوب لوالد زوجها حسام حبيب. وكرمال هيك شيرين حرصت أنها تطلع على الجمهور السعودي مثل الملكة، وافتتحت حفل جدة سوبر دوم بأغنية نساي. وعادت وقدمت عدد من الهيتس أبرزها آيا ليل أنا مش بتاعت الكلام ده كثير بنعشى تاج راسك وغيرها. وقبل لما امشي في كلمه اخيره عايزه اقولها، انا مش جاريه ولا عبده، انا ستك وتاجره. كما وقدمت اغنيه اللي تعبنا سنين في هواه، اللي تعبنا سنين في هواه عامل نفسه ما يعرفنا، وعلى ألحان البيانو اللي رافقها على المسرح قدمت شيرين أغنيتها الرومانسية الشهيرة على بالي بإحساس كبير. وتفاعل الجمهور مع شيرين كان كبير حتى أنها مازحتهم أكثر من مرة. وأنا مش لسه مغنية لك كتير بنعشق، أنا مش عايزة أسمع صوتك لحد ما يا رب الأغنية دي تكون عجبت الستات. والأكيد أنها ما نسيت تبارك للمنتخب السعودي على إحرازه 3 أهداف مقابل هدف واحد للفيتنام. أنا عايزة أبارك للمنتخب السعودي، جاب 3 أجوان. أنا وشي حلو عليه. عاش عاش عاش. ولأنه هالحفل إجا من بعد غياب، اعتمدت شيرين إطلالتين، الأولى باللون الأبيض بفستان ضخم من التول بميزه التطريز بالجزء السفلي والأحجار السيلفر عن منطقة الصدر، أما الإطلالة الثانية فكانت فستان شمري باللون الأسود بميزه البلت عن منطقة الخصر. ومثل العادة اهتمت بمكياج شيرين هالعجم، والشعر كان من تنفيذ سامي إدريس من فريق توني مندلا. وبالكواليس طبعا كان موجود زوجها حسام حبيب لدعمها، والملفت كان تواجد بناتها مريم وهناء مصطفى اللي قليل ما نشوفهم معها بهيك مناسبات، وحرصت أنها تكمش إيديهم ويرافقوها هي وعم تطلع على المسرح، فوجودهم بهالليلة كان محسسها بالراحة. وهالحفل الضخم اللي كان مكتمل العدد كانت افتتحته ريانا من خلال بيرفورمنس مميزة على هالمسرح. طبعاً يعني الحفلة كانت أكثر من رائعة، وهذا شيء مو يعني جديد على بنش مارك، دائماً هم حفلاتهم ناجحة ويعني معروفين بدا الشيء. بالنسبة للحفلة الأولى كان كتوتر وكذا، كانت تجربة مرة جميلة وانبسط فيها الحمد لله.